جيت بيت الله بالراحة، بالحرم عزمت عرواحة، الولد هل الدمع ساحة، يوم ريت النفس مجروحة، جيت بيت الله بالراحة، يتداوي القلب وجروحة، لك تعنى شايل جروحة، صخال الناس في بوحة، بيا حلمك نون الكبار، بالحرم عزمت عالروحة، الولا مل السماء ساحة، يوم ريت النفس مجروحة، يتبيت الله بالروحة. ذكر العقيق فهاجه تذكاره، صب عن الأحباب شط مزاره، وهفت إلى سلع جوانح قلبه فتضرمت بين الجوانح ناره. العقيق وسلع معلمان من معالم المدينة المنورة، المدينة التي تهفو إليها قلوب المسلمين، المدينة التي يشتاق إليها المحبون، المدينة التي يرى كثير من المسلمين لزاما عليهم على أن يمروا بها وإن كان طريقها جورا عليهم. ماذا يريدون من المدينة؟ إنهم يريدون زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة في مسجده، يريدون زيارة المعالم المشهورة في المدينة، لا يعدونها من نسك الحج ولا يلزمهم ذلك، لكن قلوبهم تهفو إليه. ولذلك نجد الفقهاء إذا تكلموا عن الحج ختموا كتابهم في الحج فيما يتعلق بزيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بآداب زيارته. المدينة المنورة، ما تاريخها؟ من سكنها؟ ما أشهر معالمها؟ لماذا يزورها الناس اليوم؟ وماذا يزورون فيها؟ المدينة تحتاج منا إلى وقفة، كما يقف عندها كثير من الحجاج شوقا إليها وللصلاة في مسجدها والسلام على نورها وضيائها. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لبيك اللهم لبيك. أول عاصمة للدولة الإسلامية عرفت قبل الإسلام باسم يثرب، بها المسجد النبوي، ثاني أهم مكان مقدس لدى المسلمين بعد مكة، وتعرف بطيبة وطابة، وتحدها لابتان وجبلان. هي المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الإسلام من مكة المكرمة، وفيها بدأت نواة الدولة الإسلامية، وبها المسجد النبوي الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بها مسجد قباء ومسجد القبلتين. وتعتبر المدينة المنورة هي المدينة الخامسة من حيث عدد السكان في السعودية، وتعتبر واحة زراعية تمتد على فسيح من الأرض الخصبة، تكتنفها حرار ذات حجارة سود نخرة، هي من بقايا الرواسب والطفوحات البركانية، وقد سميت تاريخيا بلابتي المدينة المنورة، وتتميز بخصوبة أرضها ووفرة مائها وعذوبته، بالإضافة إلى إحاطة هذه الواحة بمحميات تضاريسية طبيعية تمثل في مجموعها الجبال والهضاب والأودية. شريك لك لبيك اللهم لبيك. كانت تدعى يثرب قبل الإسلام،
ولذلك يقول الله عز وجل: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولم يأتي حديث صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن تسميتها بيثرب، لكن هذا الاسم هجر وصار الاسم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أو طيبة أو طابة أو غير ذلك من الأسماء التي شرعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأرض المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد سكنها العرب قبل الإسلام. اليهود خرجوا من اليمن، وبعد أن شتتهم بخت نصر في القرن الرابع قبل الميلاد حتى سكنوا المدينة، سكنوا يثرب، وهاجر إليها جماعة من الأزد من قحطان بعد أن جرفهم السيل في حادثة انهيار سد مأرب، حتى أتى جماعة من الأزد من الأوس والخزرج وسكنوا يثرب، ولهم أبناء عمومة وهم الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق. لما سكن هؤلاء العرب وجاوروا اليهود أذلهم اليهود وامتهنوهم، جعلوهم في المهن عندهم، فوجدوا منهم أذية كبيرة، فانطلق جماعة من الأوس والخزرج إلى أبناء عمومتهم من الغساسنة في أرض الشام، وجاءوا أولئك بمدد وردوا للعرب مكانتهم في الجزيرة في يثرب، وصاروا صنوان مع اليهود. ومع ذلك عبر تاريخ العرب واليهود كانت هناك نزاعات تحصل بين هاتين الفئتين من العرب، الأوس والخزرج، كحرب بعاث التي كانت مشهورة بينهم والتي كان يؤجج نارها اليهود. في تلك الأثناء كان اليهود يبشرون بقدوم رجل أو نبي يؤمنون به يقتلون العرب قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان العرب من الأوس والخزرج أسرع الناس إيمانا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تؤمن به يهود إلا أفراد. ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبني مسجد قباء وبني المسجد النبوي وظهرت المعالم الشهيرة، وتعددت هذه المعالم من حيث كونها أماكن لأداء العبادة أو بعض الأماكن التي لها ذكر وفضل، سواء كان مسجده صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء أو جبل أحد أو البقيع أو مسجد الفتح أو غير ذلك من المعالم. ما هي معالم المدينة؟ وما أشهر هذه المعالم؟ وما الذي يشرع عندها؟ سنعرف هذا بعد الفاصل. لبيك اللهم. يوجد في المدينة المنورة العديد من المعالم الدينية الطبيعية والتاريخية، أما بالنسبة لمعالمها الدينية فهي مرتبطة بالدين الإسلامي بشكل كبير، كوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي ومساجد أخرى. أهم جبالها جبل أحد، ويقع شمال المدينة، والذي حدثت عنده معركة أحد، ويوجد بجوار الجبل قبور شهداء أحد، ومنها قبر حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، رواه ابن ماجه. وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وأراد أن يبني مسجدا جعل بناء المسجد مقدما على أي شيء آخر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أن هذا المسجد ليس مكانا للعبادة فقط، وإنما هو مكان لإدارة الدولة بشؤونها المختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية
وغير ذلك والاطلاع على أحوال الناس. فوجد هذا المسجد وكان حائطا لغلامين يتيمين، واشتراه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما كانا يريدان أن يتبرعا به، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام بثمنه وصار يصلي به، وجعل بعد ذلك عبر سنوات مختلفة حجراته، حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ملحقات بهذا المسجد. ثم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد بحاجة إلى الحصباء بعد أن غرق المسجد بالسيل، السيول التي دخلت على هذا المسجد والأمطار الغزيرة، وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحصباء. ثم بعد ذلك وسع المسجد في حياتي، ثم في حياتي عمر مرتين، ثم في حياتي عثمان، ثم وسع المسجد عبر هذه السنين المختلفة إلى أن جاءت توسيعة الوليد بن عبد الملك المشهورة التي ضم فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، صار ملحقا به. وقد أنكر العلماء ذلك في حياة عمر بن عبد العزيز أمير المدينة، لكنه لم يجعل القبر مكانا للطواف به ولم يكن ملحقا به، يعني من الداخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. لكن أشهر هذه التوسعات على الإطلاق هي توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في صورة مذهلة يعجز اللسان عن وصفها، في هذه الصورة التي نراها في كثرة صور الأبواب الموجودة والتكييف والسلالم الكهربائية والدور الثاني والبدروم أو السراديب الموجودة ومواقف السيارات والمظلات الموجودة والمكبرات وغيرها من الأشياء التي يضيق الوقت عن ذكرها في هذه اللقاء. من أشهر معالم المدينة أيضا مسجد قباء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت، وكان يقول: صلاة في قباء كعمرة، ولذلك يستحب زيارتها. من أشهر معالم المدينة أيضا بقيع الغرقد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد زار الموتى في آخر حياته ودعهم. يستحب للإنسان أن يزور البقيع أو أن يذهب إلى مقبرة الشهداء بجانب أحد ويزور قبر حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وشهداء أحد. أحد أيضا هذا الجبل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما اهتز أحد قال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معه عمر وعثمان، وقيل عمر وطلحة ابن عبيد الله. من أشهر معالم المدينة أيضا المساجد السبعة التي وضعت يعني بعد عصر الخلفاء الراشدين، ومسجد الفتح الذي عند الخندق، وغير ذلك من المعالم التي يجدر بالإنسان أن يحرص عليها ليتمم فيها نسكه. لكن من أهم الأشياء زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا زار الإنسان مسجده وزار مدينته فإنه يستحب له أن يقف عنده عليه الصلاة والسلام. لما يقف عند الحبيب؟ سنعرف هذا في غد القريب بإذن الله تعالى. حرم عزمت عالراحة الولا هل الدمع ساحة، يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة. الحرم عزمت عالراحة الولا هل الدمع ساحة، يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة. يتداوي القلب شايل جراحة، ما صرخ للناس في بوحة، بيح المكنون الكبار. الحرم عزمت عالراحة الولا هل الساحة، يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله.